قضية خطيرة، جول با 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 جول تهتف شباك الترجي وجول. يا سلام، فعلها الرجاء وسجل جول. عبد الله الحفيظي يجعل الملعب يهتز بهذا الجول. يا سلام، هدف أول ولا أروع على خط العشرين. اللعبة الأولى ثم الثانية من هنالك ثم الثالثة، فجأة الرابع في الجول. شوف الاستلام باليسرى والتسديد باليمنى على يمين رامي جريدي. جول للرجاء من عبد الله الحفيظي. يا سلام، الجول اللي...